رح نتابع محطات مايا صارت موجودة معنا بالستوديو وولادي بالدنيا. بونجور ميوش. بونجور غيدا. وين أسئلتك؟ لحظة لشوف لك، عندنا كثير أسئلة اليوم كانت. لا بدنا نبلش بالموضوع، شو قصتك مستعجلة على الأسئلة؟ مزبوط. ليه مستعجلة ولا بدك فقرة واحدة اليوم؟ مش حابة يكون فقرتين ها؟ لا بالعكس، فقرتين أسئلة. فقرتين أسئلة. فيني أسألك أنا سؤال؟ يلا. فيني بدك تبلشي بسؤال؟ سؤال من عندي. ولا بدك تبلشي تأجليها تاني فقرة بيحمول؟ لا شوفي بس كمان السؤال بتعاني منه الاطفال بالفترات الانتقاليه، شو قصدك بالفترات الانتقاليه؟ فترات يعني الانتقاليه بس واحد ينقل من الابتدائي للثانوي يعني او من في فترات انتقاليه هي ضمن تطور الاطفال. ايه يلي هي بينتقل فيها الولد من محطه عمريه لمحطه ثانيه اللي هي ضمن التطور، وفي فترات الانتقاليه الطارئه اللي بتطرق على حياه الاطفال. ايه مثل يفوت عمد على المدرسة أو كمان ينقل مثلا ينقل لا من مرحلة لمرحلة كمان نفس الشيء يعني بيكبر بالعمر 100% في هيدي الفترات الانتقالية اللي هي التطور مثل ما قلنا، وفي الفترات الانتقالية اللي بنعتبرها انتقالية وقتها بغير بيت وقتها بصير في طلاق بين الأهل، كمان هيدي فترات انتقالية لأنه عم ينتقل من روتين حياة معين لروتين حياة تاني. بس رح نبلش مثل ما عم تقولي غيدا بالانتقال من مرحلة لمرحلة لانه جدا مهم هيدا الشيء، ونحن بنفكر انه الاولاد ضمن مراحل تطورهم مرتاحين. وبتعرفي في محطات بحياه اولادنا بلاحظوا الاهل انه عم بيعذبوا اكثر، يعني بمعنى بلاحظوا انه عم بيقولوا لا اكثر، عم بيعندوا اكثر، عم يبكوا اكثر، وهيدي بتكون ناتجه عن هالمراحل الانتقاليه. صحيح. بحياه اولادنا. يعني اول مرحله انتقاليه مهمه بحياه الولد هي تقريبا على عمر 8 اشهر او سنه تقريبا، بين 8 اشهر والسنه، لانه بهيدي المرحله بتبلش فعلا تظهر المخاوف عند اولادنا، حالات القلق اللي هي ضمن تطور الاولاد. يعني مثلا القلق من الاشخاص الغرباء، هيدا القلق معروف انه بيظهر تقريبا بالشهر الثامن. صحيح. وهيدا الشيء نظريا موجود وبكل نظريات العلم النفس موجود انه بنسميه لانغواس دو ويتيام موا. فاذا هون هي أول فترة انتقالية بحياة أولادنا، الفترة يلي بيشعر الولد إنه هو مجرد إنه يكون في حدا غريب فات على البيت أو قاعد مقابله أو شاف حدا غريب عم بجرب يتواصل هو وياه ببعد وبحس بهيدا القلق. صح، ببلش البكي. بحس بتهديد لكيانه، بمعنى إنه هالشخص عم بيهدد لي كياني إنه بركي أنا ما أقدر أشوف ماما بقى، أو بركي هالشخص يفصلني عن ماما، فبتشوفيه إنه بيرد صوب امه، تشوفي انه بيتعلق بامه اكثر. هيدي اول فتره انتقاليه هي سبحان الله عم بتمهد لتقريبا فتره السنه سنه او 18 شهر، سنه او سنه ونص، يلي هي ثاني فتره انتقاليه، فتره تعلم المشي. الاستقلاليه منا هينه ابدا بحياه اولادنا. يعني مزبوط انه الولد كثير بينبسط انه صار يمشي والاهل بينبسطوا فيه، بس بنفس الوقت هو مزيج من الفرح ومزيج من القلق. ايه اكيد لالن ولالنا اكيد. وهيدا بفسر لحظه البيبي اول ما ببلش يمشي. تقريبا كل البيبيات اذا بتلاحظي وقتها بيمشوا ببعدوا عن امهم بحذر وبيضلوا عم يتطلعوا لورا بامهم. صح، يعني بيمشي وبيضل عم يتفقد هيك من طرف عينه انه انا اشعه انه هي موجوده، واذا وصل لمطرح ممكن يكون ما بقى قادر يقشع على امه، تشوفيه بدور وبيرجع شوي بيرجع لعندها شوي بيرجع بينطلق وبيمشي. كمان لانه هيدي الفتره الانتقاليه ضمن مراحل التطور مع خوف كمان برفقها، خوف أكيد. خوف من انه انا ما عود شوف ماما، يعني انا بس بدي ابعد عن ماما بدي اكد انه ماما ناطرتني وموجوده. هلا الفترات الانتقاليه اللي اهم من هول كلهم غيدا هي اول شيء فتره التنظيف، فتره اكتساب النظافه. فتره اكتساب النظافه عند الاولاد هي فتره انتقاليه كثير كثير مهمه. اول شيء لانه الولد بيعتبر، كل طفل بيعتبر انه هيدا الشيء كثير حميم لإله، وهيدا الشيء هو بده يحتفظ فيه، وما بيفهم بالبدايه شو هالعملية المعقدة والمزعجية اللي عم تجبرني انه انا مفروض فوت على التويلت بالوقت اللي انا كنت مش مرتاح مني هيدا الشيء قبل، مرتاح 100%. وهون بتنطرح القصص اللي بتتعلق بعلاقة الطفل بامه. يعني من المعروف وبحسب الدراسات انه الاطفال اللي بيعيشوا علاقة مرتاحة مع الام، علاقة فيها امان،
علاقة فيها أنه الولد ما يكون حاسس حاله مهدد بغياب الأم، أو ما يكون عنده مخاوف أنه ما بقى يلاقي أمه، يكون في تواصل سليم، ما يكون في ضرب، ما يكون في صريخ. هيدي العلاقة إجمالا هي اللي بتسهل اكتساب النظافة عند أولادنا، لأنه بهيدي العلاقة الولد بحسب نظريات التحليل النفسي بيعتبر أنه هيدا it's a gift أو كادو أنا عم أقدمها لماما. وبالفعل انا اوقات بس خبرهم هالخبريه بصيروا يضحكوا، ما كثير بيستوعبوا انه كيف انه هيدا هيك كادو انا عم اقدمها لماما. لا بالفعل انه الولد بيعتبر انه هيدا سيتون بو كادو انا عم اقدمه لماما، يعني هديه منيحه انا عم اقدمها لماما. بشو بتترجم سعاده الام بس تلاقى هاي الهديه؟ بالبرافو، صح، بالبوسه، بالغمره، هيدا المهرجان اللي بينعمل بالتويلت لما الولد بيقول بدي فوت على التويلت. فاذا هون هيدا الشيء صار مؤكد. صحيح. وبالمقابل ممكن انه علاقه فيها كونفليكتس او فيها صراعات مع الام تاخر عمليه اكتساب النظافه عند اولادنا. بس ما بيعني انه كل ولد رح يعني رح يتاخر باكتساب النظافه او رح يصير معه مشاكل هو ولد عنده علاقه فيها نزاعات مع الام. لا اوقات بنشوف علاقات سليمه بس بيكون في اسباب ثانيه. صحيح. بننتقل حذري شو المرحله اللي بعدها؟ اكتساب النظافه، شو بده يجي بعد؟ شو بده يجي تقريبا فورا بعدها؟ دخول للمدرسة او للحضانه بالاول. للحضانه اول شيء. للحضانه اول شيء يلي هي كمان فتره انتقاليه كثير. ايه كثير. مشان هيك الادابتاسيون او التاقلم مع هالفتره بدها تكون تدريجيه بحسب الاولاد. اصلا كل شيء بحياه اولادنا كفترات انتقاليه بدنا نمشي بالتدرج فيها. فاذا في اولاد بيتحملوا من ثاني وثالث نهار يضلوا لاخر الدوام بالنورسري، يعني يتغدوا مع اصحابهم، يناموا، يعملوا سياسة هونيك. في اولاد ما بيتحملوا ابدا. في اولاد اوقات تاخذ شهر وشهر ونص معهم، اوقات بيحكونا بيقولوا لي انه قلنا شهر وبعده عم يبكي، فيكم قلنا شهر وبعده عم يبكي، فاذا بدي اجرب انا قد ما بقدر بهيدي الفتره الانتقاليه الحق نمط الولد، الحق ريتم الولد، وشوي شوي زيد من الوقت تدريجيا اكيد، بس برجع بشدد انه وجود علاقه سليمه مع الام كمان بيعزز الموضوع، بيسهل الموضوع. وكمان قديش بتبقى معه اول كم يوم، يعني هيدا أكيد. كمان بصير الام محتاره، بتحس بدها تظهر وبتحس انه بعده شوي عم يبكي، سو كمان اوقات بتصير بتقول بدها تبقى ساعه ساعتين ثلاثه، بعدين بتحس حالها لا عم تبقى اكثر، او بتصير هي ما بدها تنسحب تدريجيا. ايه ما هيدي هي، لانه بس تشوف بلش تشوفه عم يبكي بتصير، او تشوفها ما بعود الى قلب تظهر مثلا، هو اجمالا نحن ما بننصح او ما لقلب تظهر من دون ما تاخذها. ما هو بصير كمان ضعف عند الام. مزبوط. اذا بتصير هي الام كمان مش قادره تترك ولادها، يعني شغله صعبه لاثنين. هي هلا نحن دائما بننصح انه اكيد اول نهار بصير في زياره للنورسري، بتضلها معه، بيلعبوا الى اخره، بعدين بفلوا سوا. ثاني نهار بتبلش تتركه لوحده ولو ربع ساعه، يعني تاني نهار 10 دقائق ربع ساعة بتكون بعدها موجودة بالمبنى، كمان بترجع بتاخده وبتفل، ثالث نهار نص ساعة، ثلاث ارباع ساعة، فينا نمشي على هالسيستم أول أسبوع، بداية من أول نهار من الأسبوع الثاني فيها تبلش تجرب تترك أكثر. أهم شيء إنه ما نكذب على الولد، يعني مش نكون عم نلعب مع الولد وفجأة يلتفت ما يلاقينا. الوداع بده ينعمل، يعني الباي بدها تنقال إنه باي مامي أنا رايحة، هي شغلة إجمالا مهمة. بعدين بتجي فترة الدخول للمدرسة يلي هي فترة انتقالية كتير مهمة بحياة أولادنا، لأنه فجأة بيلاقي حاله أنه ما عنده خيار غير أنه يكون ديسيبليني، غير أنه يكون منضبط. يعني بالبيت لو في رولز، لو في انضباط، بس بيسمح لحاله أنه ما يكون منضبط لأنه بيته. مزهور. وعنده شعور بالانتماء لهالبيت. أول ما بفوت على المدرسة رقم واحد ما عنده بعد شعور بالانتماء للمدرسة. لا. هالشعور بالانتماء بده وقت تيتطور. رقم اثنين ما عنده خيار الا الانضباط لانه الرولز كثير ستريكت، فاذا هون بيكون في كمان صعوبه. مشان هيك اجمالا الطرق المعتمده بالمدارس والحملات اللي عم بتصير من المعالجين النفسيين بالمدارس انه كمان نعطي وقت ادابتاسيون للولد. صح. يعني الولد مش مسموح انه من ثاني اسبوع مثلا وقتها بيكون عمل شيء غلط نبعت وراء اهله فورا، او نحطه على جنب على طبقه لوحده فورا لمده ربع ساعه، هيدي البانشمنت صغير اللي بينعطى من بعد فتره محدده، بس مش مسموح من ثاني وثالث اسبوع نعمل هذا الموضوع. الولد بحاجه اوقات لفتره شهرين وشهرين ونص تيتاقلم مع محيط المدرسه. صحيح صحيح. والولاد هن صغار قد ايه بحبوا المعلمه وعلاقتهم مع المعلمه بتكون منيحه، قد ايه بحبوا المدرسه، قديش بتحبوا بحبوا المدرسه او بحبوا بصيروا الماتير المعينه كمان. مزبوط. اوقات لما بيكبروا اكثر بصيروا خالص المعلمه مربوطه بالماتير اللي بتعطيها، ان شاء الله تكون ماتير مثلا بتجنن بس المعلمه بحبوها
بصيروا خلص بيتقبلوا. ان شاء الله يكون شيء كثير سهل ومعلمه مثلا ثقيله او مزعجه او بتتساءل عليهم وخلص بيغضبوا 100%. مشان هيك لاحظت انا مره مثلا انا وصغيره استاذ الفيزيك جنني مثلا من الفيزيك، خلص هو جنني مش انت جننتي. لا انا كرهت الفيزيك. لا في معلمات واساتذه بينطبعوا عنا يعني بيتركوا بصمه اوقات ايجابيه انه بتحبي شغله من ورا الاستاذ. يعني في كثير مثلا اولاد بيكونوا مش شاطرين ابدا بالمات، اوقات بغيروا مدرسه بتلاقيهم حلقوا مزبوط بالمات. مزبوط. يعني هي كل الفترات الانتقاليه وكل الفترات الصعبه واللي فيها ديوتيز، يعني هي الفترات الصعبه بحياه اولادنا فيها واجبات. هي الواجبات هي شغله صعبه على الصغير وعلى الكبير. الواجبات عند الصغير هي شو؟ الفروض المدرسيه، النوم بكير الى اخره. حتى عندنا نحن الكبار الواجبات العمليه بشغلك اوقات بيكون عندك ديو ديتس بيكونوا صعبين كمان. دائما وجود اشخاص بيفهمونا بهول المراحل بسهلنا. وكمان الاساتذه كمان دورهم كثير مهم يعني شو ما كان العمر، لانه عن جد بس مثلا هلا لما انت بتطرحي كمان ونحن بنعرف كلنا امهات وبنعرف انه ما في ولد مثل الثاني، انما للاسف بالصف المعلمه او الاستاذ بيعاملوا كل الاولاد مثل بعضهم، خاصه لما بيكون في تعاطي مثلا الاورال مثلا بده يقف يحكي قدام الاهل، مش الاهل قصدي التلاميذ الباقيين او قدام استاذه، كمان بده يعاملوا مثل كل هالباقيين، طب ما هو فرد واحد 100%. بين هال 20 الباقيين وال 20 مختلفين عنه، مزبوط. كيف بده يعاملهم كلهم مثل بعضهم؟ ما في مجال، وهذا الشيء كمان لازم ينكسر يعني بتصور عندي، يعني اكيد انا بلاقي من انبل المهن هي مهنه الاستاذ او المعلمه، لانه فعلا فيها كثير صعوبه وفيها تاسيس لكل ولد، أكيد. بس بالنهايه بدها كثير صبر. بس بالنهايه عن جد لازم يقدروا انه كل ولد مختلف عن الثاني، ما فيكم تعملوهم كلهم مثل بعضهم، خاصه بالتعاطي المباشر انه يعني يحترموا الريتم تبع الولد، هاي بتكون كتير. شغله كثير مهمه ويفرقوا كل ولد عن الثاني، خاصه لما ببلش الولد يستعمل القلم والورقه ويكتب. يعني كمان هيدي فترة انتقالية مهمة، انه بالنسبة لولد كان عم بلون كان عم يتسلى، فجأة بده يبلش يمسك القلم يظبط خطه يكتب فوق السطر مثل ما لازم، يعلي الحرف بالعربي قد ما لازم، يعلي الأحرف بالفرنسي وبالإنجليزي قد ما لازم بالكرويات. فإذا هيدا الشيء كمان بيكون صعب، مشان هيك شوي شوي دايما كل شيء بيصير بالتدريج مع الولد بيساعد الولد انه يتاقلم مع هذه الفترات الانتقاليه. مزبوط. يعني مثلا ولد بيقول لك ببدايه مسكه القلم تعبت، بقدر ريحه. صح، بقدر ريحه، ما مش ريحه كثير، يمكن ريحه ثلاث دقائق بس، انه ايه مامي او المعلمه بتقول له اوكي فيك ترتاح لحظه وهلا بنرجع. اوقات اتيتيود معينه لو مرتاح مثل انه اكتب على مهلك، رخي كتفك، رخي ايدك، مع كيف بدك تتعب؟ ليه كيف شادد على كتفك؟ يلا هيك احسن. مجرد بسمه من المعلمه واتيتيود مثل هاي من المعلمه رح تسهل على الولد، بيختلف عن موقف يكون انه ولو بعدك ما كتبت شيء كلمتين حلك تتعب. ايه. فاذا هون لاحظت وجود الكبار اللي بيلعبوا دور سليم وجيد بحياه الولد كثير مهم حتى هالولد يتجاوز هيدي المراحل الانتقاليه. هلا بالفقره الثانيه غيدا لانه خلص وقتنا لو اخذنا من وقت الاسئله. صح. بس كثير بهمنا احكي عن الفترات الانتقاليه الخاصه شوي. مثل ما قلنا يلي هي الديميناجمون، انه نغير بيت، نغير منطقه سكن يمكن، او طريقه طلاق طريقة طريق حياه، مهم كثير نحكي عنها بالفقره الثانيه. اكيد هذا بنتابعه بعد دقائق معك واسئله المشاهدين مايا، اكيد بحلقه ثانيه من ولادي بالدنيا بعد دقائق، خليكن معنا.